انا متاثر يعني اليوم انني ناخذ الرئاسه ديال البلديه ديال اكادير، علاقه تاريخيه وكبيره مع هذه المدينه، والفريق اللي هو اليوم غادي يسير هذه المدينه هما اولاد اكادير، بنات اكادير، الناس اللي كيبغيو اكادير وبغاو يرجعوها للمستوى اللي كانت فيها. غادي يشتغلوا بجديه، عارفين الاولويات، عارفين الاشكاليه ديال الشغل يعني في الحاضره ديال اكادير، عارفين الاشكاليه ديال المدينه اللي خصها ثقافه اكثر، خصها رياضه اكثر باش تكون مدينه ديال الشباب، خصها تكون مدينه جامعيه بامتياز في المستقبل ان شاء الله. خصنا واحد السير اللي هو ديمقراطي اللي يمكن لنا نفتحوا على الساكنه باش نسقسيوها على المشاريع ونهبطوا المشاريع اللي عندها اولويه عن الساكنه. سنشتغل بجديه، سنشتغل بتفاني ان شاء الله باش نكونوا عن حسن الظن ديال هاد المواطنين ديال هاد المدينه اللي بينوا بوضوح يعني انهم كانوا بغاو البديل واللي غادي نمشيو ليه ان شاء الله بكل جديه. وشكرا لكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.